نروح لكرة السلة للرجال، ولعبنا مباراتين في دوري السوبر وهو الدوري قبل المرحلة الأخيرة. الأهلي بيخسر من نادي الزمالك 90-67، وفي دوري السوبر أيضا الأهلي بيفوز على نادي سبورتنج 80-71. نروح لجدول ترتيب كرة السلة رجال. النادي الأهلي في المركز الثاني، الاتحاد الاسكندري في المركز الأول برصيد 21 نقطة، والنادي الأهلي في المركز الثاني أيضا برصيد 21 نقطة، لعب 12 مباراة وفاز في 3 مباريات، خسر 3 ل 795 بوينت وعليه 742 بوينت ب 21 نقطة. طليع الجيش الثالث، الزمالك الرابع، الجزيرة المركز الخامس، سبورتنج السادس، سموحة السابع، ومصر للتأمين الثامن. تعالوا نروح لتقرير الكابتن طارق خيري بعد مباراة نادي سبورتنج، شوف قال إيه وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله رب العالمين اولا. ثانيا الجيم صعب، توقيته صعب، ان انت جاي من ماتش الزمالك احداثه يعني اللي حصلت فيه، ان انت خسران، كان شكلك كويس، الفرقه كانت وحشه جدا في الجيم دوت، فطالع نفسيا انت واحد اهلي زمالك مهما كان، في وجود مع الوزير العملي فاروق من رئيس النادي، والشكل العام مش كويس، ان تشيتم بعد الجيم في شويه احداث كده حصلت، فكان فيها ازمه نفسيه. لعيبه طبعا بقالنا يومين عايزين نخرج من الحاله، ان انت خسران بقى اهلي زمالك بعيد عن الدوري خالص، فدي كانت اصعب حاجه عندنا. انك النهارده الحمد لله رب العالمين تكسب فرقه كويسه ومكتمله النهارده، المحترف بتاعهم رجع، محمد صلاح رجع، خورشيد رجع، دي برده فرقه كامله. احنا يهمنا احنا دايما المكسب، وانا دايما بقول اتمنى ان احنا نكسب وبدون اصابات، لان انا عندي يوم 16 سيمي فاينل كاس مصر، ده مهم بالنسبه لنا، وبعدها بخمس ايام يوم 24 باسبوع عندنا دور الثمانيه في بطوله افريقيا، فانت عايز تكسب وفي نفس الوقت تحافظ، فمعادله صعبه جدا بين الاثنين، وخصوصا يبقى في عندك دروب في المستويات، او ناس جايه من اصابه زي طارق والسلعاوي، فبتقعد تحافظ على الناس. انما مجمل في الاخر الحمد لله احنا حققنا اللي احنا عايزينه الحمد لله رب العالمين. احنا لما جينا عملنا اجتماع مع الفرقه، ان احنا عندنا كان في مشكله، ان احنا عندنا دي اوف يعني انا مثلا بنعمل تكتيك هجومي، الناس تطلع فاضيه، فما فيش توفيق. يعني مثلا الجمال النهارده موفق، عشان ماتش الزمالك ما كانش موفق، واغلب اللعيبه تلات ارباعها كنا كده، زائد ان انت كمان عندك انسايد تحت الحلقه ما بتجيبش، يعني بقى عندك ان والاوت ما بتجيبش باسكت، حصل عدم بيسموها عدم تركيز، ودي اللي انا حسبتهم عليه او الكلام عليه. انا وحش في جزء هجومي، ما ينفعش افقد تركيزي في الجزء الدفاعي، في الموضوع يفتح، ودي كان يعني اكتر من مره حصل الكلام ده، فبنقعد نصلح، لان انا هقفش او هوقف او بتاع، ما انا عندي جيم كمان 3 ايام، واحنا مش زي الكوره عندنا 30 لعيب، احنا قايمه 14 لعيب وبتحط 12 في السكور، فالموضوع بيبقى ضيق قوي. وفي نفس الوقت انا ما مش عايز اعمل ازمه على اللونج ران، انا ما انك توقف لعيب او تقفش على لعيب او تقفش على فرقه مش صعب، الموضوع سهل جدا، انما انت دايما تبص ان انا المرحله الجايه عايز ايه، الم والاخطاء تتصلح. فالنهارده انت بتكسب في اخر الجيم مع فرقه من اعلى نسب الدوري، من اعلى فرق الدوري، عندها نسب 3 بوينت، داتا بوينت، انت بتدافع عليهم طول الجيم مان تو مان، فدي حاجه كويسه اليوم، انك ترى كمان ترجع الثقه، خصوصا ان انت كمان عندك مباراتين مهمين جدا السبت والثلاث، جزيره واتحاد، وبعدها باربع ايام كاس مصر. المعادله كلها بقول لك زي ما هي صعبه، احنا بنمشي كده على حاجه معينه، ان انا عايز اوصل على قد ما اقدر للهدف اللي انا عايزه بدون اجهاد او بدون اصابات. زي ما شفنا كابتن طارق خيري وبيعلق على خساره مباراه الزمالك، قال ان الحاله النفسيه كانت اللاعبين قبل مباراه سبورتنج، لكن يعني انا عارف ان رجاله السله وكابتن طارق خيري في المرحله اللي جايه الامور داخلين على اخر نهائيات، ان شاء الله في المرحله اللي جايه الرجاله هتكون موجوده، رجاله الباسكت في الميعاد باذن الله، كلهم عندهم ثقه وعندهم امل باذن الله، وكلهم متعهدين ان هو يجيبوا بطولات السنه دي للنادي الاهلي في كره السله. لازم نقول لكابتن طارق خيري الف مليون سلامه عليه، لان كابتن طارق خيري عمل عمليه في عينيه، يعني قعد في المستشفى تقريبا يومين اللي فاتوا، والف مليون سلامه عليه. لكن لازم رجاله السله تكون عارفه ان الماتشات المهمه اللي جايه، اذا كان ماتشين الجزيره والماتشين الجزيره اللي جايين
وماتشين وماتشات سموحه في بطوله افريقيا، ماتشات مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله كاس مصر كمان مع نادي الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي يعدي على خير، فان شاء الله باذن الله مستنيين منكم بطولات وتحصدوها للنادي الاهلي. هنسيب رجال كره السله وهنروح لشباب وناشئين كره السله، هنشوف عملوا ايه في الاسبوع ده. كره السله ناشئين تحت 14 سنه في بطوله الجمهوريه الاهلي بيفوز على نادي الصيد 55-21، وتحت 14 سنه ايضا الاهلي بيفوز 64-42 على نادي الزمالك. وبطوله الجمهوريه تحت 14 سنه الاهلي بيفوز على نادي وادي دجله 77-64. تحت 14 سنه ايضا مع سان مارك الاهلي 79 وسان مارك 54. و في اخر مباراه تحت 14 سنه النادي الاهلي بيفوز على سكه حديد المنيا بنتيجه 60-40.